النهارده يوم جميل جدا، لان زي ما بنفتكر الاستاذ عاطف الطيب في ذكرى رحيله، النهارده كمان بنفتكر الشاعر العظيم امل دنقل، او امل دنقل، شاعر الجنوب المصري، امير شعراء النضال، واحد من اهم الشعراء اللي جم في تاريخ مصر، واحد من اهم شعراء الفصحى في تاريخ الوطن العربي. 38 سنه على رحيل امل دنقل، ويمكن حضراتكم اشهر قصيده ممكن تكون منتشره لي لا تصالح. العظيم امل دنقل بنفتكره مع حضراتكم النهارده. الطيور مشرده في السماوات، مشرده ليس لها ان تحط على الارض، ليس لها غير ان تتقاذفها فلوات الرياح. في مثل هذا اليوم ولد شاعر الجنوب، أمير شعراء الرفض، صاحب زرقاء اليمامة، الشاعر أمل دنقل. ولد أمل عام 1940 في أسرة صعيدية بقرية القلعة، مركز قفط، على مسافة قريبة من مدينة قنا في صعيد مصر. كان والده عالماً من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصية أمل دنقل وقصائده بشكل واضح. سمي أمل دنقل بهذا الاسم لأنه ولد بنفس السنة التي حصل فيها والده على إجازة عالمية، فسماه باسم أمل تيمناً بالنجاح الذي حققه. ورث أمل دنقل عن والده موهبة الشعر، فقد كان يكتب الشعر العمودي، وأيضاً كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتباً في الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي، مما أثر كثيراً في أمل دنقل وساهم في تكوين اللبنة الأولى لهذا الأديب. ذهب أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، وفي القاهرة التحق بكلية الآداب، لكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول لكي يعمل موظفاً بمحكمة قنا ثم جمارك السويس والإسكندرية، وبعد ذلك عمل موظفاً في منظمة التضامن الأفرو أسيوي، ولكنه كان دائماً ما يترك العمل وينصرف إلى كتابة الشعر. كتب أمل دنقل عن مصر وصعيدها وناسها، ونقل مع صديقه عبد الرحمن الأبنودي صورة حية عن الجنوب وتراثه وحكاياته. وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مات. صدرت له ست مجموعات شعرية، هي البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث، مقتل القمر، العهد الآتي، أقوال جديدة عن حرب بسوس، أوراق الغرفة الثامنة، وإجازة فوق شاطئ البحر. رحل أمل دنقل في 21 من مايو عام 1983 لتنتهي معاناته التي أرهقته 3 سنوات في معركة مع السرطان لم يكتب له فيها الانتصار.